محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك بيؤكد جاهزيته للعودة مرة تانية عشان يشارك في مباريات فريقه بعد السفر إلى ألمانيا من أجل الخضوع للفحوصات الطبية الأخيرة على جراحة الرباط الصليبي اللي خضع ليها. بيخضع الونش لفحوصات طبية في ألمانيا تحت إشراف الطبيب اللي أجرى للجراحة علشان يحصل على الضوء الأخضر من الطبيب المعالج قبل ما يشارك في تدريبات الجماعية مع نادي الزمالك. نروح لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، بيحقق فوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة اللي بتجمعهم على ملعب الزمالك بـ100 عقبة في إطار الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري للسيدات. المواجهة دي هي أول مواجهة في تاريخ كرة القدم النسائية. نروح للبطل المصري مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش اللي بتأهل للدور النهائي ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش اللي بتستضيفها الدوحة في الفترة ما بين 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر الجاري بقيمة جوائز مادية بتصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. بيفوز مصطفى عسل في نصف النهائي على الويلزي جوسل ماكين بنتيجة 3-1. أما البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش بتتأهل للدور النهائي ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش بعد ما فازت نوران جوهر على الأمريكية أوليفيا ويفر في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-1. هتلتقي نوران جوهر مع نور الشربيني في المباراة النهائية، نهائي مصري خالص بعد ما فازت نور الشربيني على هانيا الحمامي في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-2. نروح للكالتشو الإيطالي، نادي نابولي بيحتل صدارة الكالتشو الإيطالي بعد ما بيتغلب على ضيف فريق كومو بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم في افتتاح مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي. بكده نابولي بيتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة في المقابل يتوقف رصيد نادي كومو عند 8 نقاط في المركز العاشر. وإلى الليغا الأسبانية، لامين يامال نجم فريق برشلونة الأسباني ينجح في التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأسباني وده خلال شهر سبتمبر اللي فات بعد المردود والمستويات القوية للغاية اللي بيقدمها مع فريقه في الدوري. ونروح للبوندز ليجا، بيعلن نادي بايرن ميونخ الألماني غياب النجم المتألق جمال موسيالا عن صفوف فريقه خلال الفترة الحالية ده بعد نتيجة الفحص اللي أجراه الجهاز الطبي يثبت معاناته من الإصابة في عضلة الفخذ. وأخيرا المهاجم المصري أحمد حسن كوكا بيقود فريقه ريو أفي للتعادل مع فريق فاما ليكاو بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعت ما بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري البرتغالي. كده مشاهدينا نكون خلصت نشرتنا الرياضية. نعود بقى مرة تانية لمحمد ومنا لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا رجائي.